السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الدورة تاعنا. الدورة تاعنا كما قلت لكم هي motivation letter، ولا نقولوها letter de motivation. هي رسالة تحفيزية. كنت قبل راح ندير لكم فيها يوم واحد، ولكن نظرا لضيق الوقت و يوجد أشياء معلومات كثيرة وأشياء كثيرة، لأنها حنكتب لكم تول لاتر واحدة بالعربية واحدة بالإنجليزية والثانية بالفرنسية. راح يكون كنديرو تول لاتر، راح يكون الوقت كثير، على الأقل مدة تاعو راح تكون ساعتين أو أكثر، وأنا حابة نقص الوقت. إذا قسمت الدورة تاعنا على يومين، اليوم السبت وغدا الاحد باذن الله في نفس التوقيت. غدا الاحد في نفس توقيت اليوم راح نكمل الدوره تاعنا. اليوم راح نكتبوا لاتر ان فرنش، وغدا ان شاء الله ان انجلش. واللاتر موتيفيشن لاتر راح تكون مربوطه بالسي في، لانها جميع المعلومات الموجوده في السي في لازم تحطوها في الموتيفيشن لاتر. واللي عنده اسئله يكتبها. CV كان يطلبوه مني، مكانش عندي الوقت وكنت مضغوطة فقط. راح نحطه لكم بإذن الله، راح تلقاوه في صفحة الفيسبوك، نحط لكم اللينكات وين فيهم، راح نحط لكم اللينكات وراح تلقاو فيهم أنواع CV بالفرنسية وبالإنجليزية. وفي الأيام المقبلة بإذن الله كان CV ثالث، هو CV جاي سامبل، معناتها بسيط بالنسبة لتو سي في اللي خدمناها بالفرنسية وبالإنجليزية. هذا راح يكون سامبل، أنا حطه لكم ونعت لكم كيف هي مشي، بس راح يكون في الأيام المقبلة بإذن الله، لأنه شرفنا على انتهاء شهر رمضان ومضغوطة جدا. واللي حاب يعرف كيف خدمنا سي في، ها هو كي ما حضروش المرة الماضية الفيديو تاع السي في، راني خليته لكم في ماي يوتيوب شانل، ها هو كي، وتشوفوا كيف تخدموا عليه. دركا هنا انا درت لكم تقريبا، هذا راح نخدموا عليه دركا لاتر دو موتيفاسيون ولا موتيفيشن لاتر. راح نبداو. اول حاجه الموتيفيشن لاتر تاعنا راح تكون هي هذه. شوفوا عندي الموتيفيشن لاتر تاعنا، راح نبداوها بالفرنسية، وتقدر تكتب فيها أكثر. تقريبا تاعي فيها صفحة وزيادة، معناها كل واحد يحط المعلومات نتاعو كامل وما يتهموش شحال راح يكون فيها، من شحال راح يكون الحجم نتاعها. أول حاجة واش يلزمنا هي، شوفوا معايا، راح نكتب الاسم واللقب نتاعي. شوفوا نكتب لهنا لو نو والبرينو، ونكتب الاسم واللقب نتاعي وندير اسباس. لازم تكون هنا تعرفوا تكونوا انسان يعرف يخدم بالوورد، معناتها لازم باش تخدموا جوستيفيكاسيون، تخدموا لا بارتي غوش، تخدموا لا بارتي دروات، هذو كامل لازم تكونوا تعرفوا تخدموهم على الاقل باش تساعدكم. وحتى هذا النموذج راح نحطه لكم، راح نحطه لكم باش يكون عندكم سهل. راح نحط لكم النموذج هذا بالفرنسية وبالإنجليزية، وربي إن شاء الله راني خممت بلي نحط لكم نماذج متنوعة حول الإيميلات. كما تعلمنا قبل في الإيميل كيف نبعثه، يفوت رمضان إن شاء الله بارك، بعد رمضان إن شاء الله نكون أبي ليبر، صافي نكون متفرغة قليلا. نحط لكم جميع النماذج. اول حاجه شو قلنا، نكتبوا نو اي برينو، الاسم واللقب تاعنا كيما هكا، نكتبوا الاسم واللقب ونديروهم اونغرا بالخشن، ومن بعد نكتبوا الاسم واللقب تاعنا، نكتبوا معادي نحيوا لهم الكرا الادرس. شوفوا الادرس ثاني تكون بالكرا، تيل هذه تكون بالكرا، والايميل ثاني احنا نكونوا بالكرا. راكم تشوفوا في المعلومات هذو وراهم في
السيفي نتاعنا، شوفوا في السيفي نتاعنا هام ليكم واش كان عندي، الاسم واللقب هاليكم حطيناه. انا السيفي كنا حاطين لا دات نيسونس، لا دات نيسونس ما تكونش في الموتيفيشن لاتر، الادريس والناسيوناليتي ما تكونش ثاني في الموتيفيشن لاتر، تكون الادريس ولا الادريس ان انجلش. حتكون عندنا ثاني رقم الهاتف والايميل، هذو لازم يكونوا عندنا في الموتيفيشن لاتر. وهنا واش لازم واجب يكون في الموتيفيشن لاتر، لازم يكون عندنا تاريخ اللي تكتبت فيه الرسالة هذه، واش راح نكتبوها. فرضا هنا تكتب الولاية ولا المحافظة، انا هنا كاتبة أوران اللي هي مدينة وهران في الجزائر، ألجيريا الدولة نتاعك، فاصلة لو معناتها راح نحكي على لا دات لو. هنا كتبت 8 ماي 2021 على حسب تاريخ اليوم اللي هو 8 ماي. هنا كل واحد يكتب تاريخ اليوم اللي راهو فيه، باش تاريخ اليوم اللي كتبت فيه اللاتر نتاعكم. ما تنساوش اسم الولاية والدولة، ولا في دول اخرى ما عندهمش الولايات عندهم محافظات، هنا اسم المحافظة ولهنا الدولة الخاصة بكل شخص. ثاني حاجة واش يلزمنا، هذه معلومات مهمة. شوفوا انا كي راح نكتب هنا كنت تشوفوا مخلية اسباس، شوف هنا لازم تجيني هذه تجيني في على اليسار وهذو يجوني على اليمين، راح نفرق بيناتهم، نفرق بيناتهم بهذاك لو بلون معناتها ديروا اسباس حتى نجي في الجانب الاخر، يا اما تخدموهم بزون دو تكست كما نعطيكم المره اللي فاتت زون دو تكست، وراح تجي انسيرسيون تجي زون دو تكست، ونخرجوا لي زون دو تكست ونخدموا بهم. هنا راح تجيك الحين هادو شوفوا زون دو تكست تاعي في الفورما، راح نجي لهنا في الكالر راح ندير لها اوكان كالر، في ستايل ثاني راح ندير لها اوكان كالر، اوكي ترجع زون دو تكست نتاعنا ترجع ما تبانش بلي راهي زون دو تكست. ونجيو شوفوا نهزو هذه حتى الايميل، راح نكتبهم زون دو تكست نتاعنا، تهزت مع زون دو تكست، اوكي ماشي حاب يدير كوبي، مهم كتب هكا ادريس هذه هي زون دو تكست تاعنا، شوفوا كتبت داخلها. هنا هذه قلنا بالقراء، تابعوا معايا واش راني ندير، تاع رقم الهاتف ثاني تكون بالقراء، الادريس بالقراء، هنا نسينا الاو لان نكتبو فرنسي، ولهنا نو اي برينو ثاني تكون بالقراء. شوفوا عندي حاجه هنا راهو نوع الكتابه راهو تشوفوا فيه، شوفوا راهو يمشي بالكاليبري، وهي من الافضل انكم كي تكتبوا بال نغيروه ونكتبوا بتايم نيو رومان، هو افضل نوع للكتابه. وراي السايز نتاعها 11 راح نديرو 12 باش تولي واضحه احسن. هذه هي انواع الكتابه، شوفوا
قبل كنا خادمين هكا استنى نعطيكم باك نحطو هنا هذه زون دو تيكست الاولى حطيناها بالجنب هذا ونجيو نحلو باش ما نوقعوش فيه هنا لازم ندير اسباس شوفوا نزيدو نجيبو زون دو تيكست ثانيه ديروا لها نفس الموديفيكيشن نفس الخدمه اللي كنا نديرو فيها من قبل هنا اوكان كالر هنا ثاني اوكان ونكتبو التاريخ اللي رانا حابينو احنا قلنا اورون الجيريا ولا الجيري ان فرونسي le 08 mai الفين واحد وعشرين وهي في التواريخ لازم تكتبوا التاريخ حرفيا ما تكتبوش بالأرقام الشهر حرفيا ما تكتبوش بالأرقام هذا راهو كان كاليبري راح نقلبوه حتى هو تايم نيو رومان نقلبوا له سايت 12 دوز وشوفوا هاليكم حطيتو هنا حاجة أخرى شوفوا عندي هنا في الميزون باج في السايز تاع البيج تاعنا ولا تاع البيبر تاعنا رايحين نخدمو عليها هنا عندنا أنواع السايز أنا هنا مخير 2.5 سنتيمتر في الجوانب تقدروا تخيروا أي سايز حبيتوه عندنا حاجة أخرى شوفوا باش ما نبقاش انا ندي ونجيب هذا هو واش قلنا احنا قلنا في السايز تاع البيبر تاعنا عندي 2.5 في لي مارج تاعنا معناتها يبقى لي فراغ من هنا هذا الفراغ 2.5 سنتيمتر هذا الفراغ 2.5 سنتيمتر وهذا الفراغ 2.5 سنتيمتر والفراغ هذا ثاني 2.5 سنتيمتر انا كي نخدم بزون دو تاكس هذو زون دو تيكست اللي جبناهم كتبنا داخلهم كيفاش نعرف روحي بلي راني في داخل لا زون داخل الزون اللي راني حابه نكتب فيها ولا لا لازمتني نشوف وين راح نجي لهنا افيشاج ونضغط هذه في كوادريلاج هذه هي كي نشوف نحيتها نحاول التخطيطات اللي راني نخدم عليهم وكي درتها جاوني الاسطور كما اللي عندنا في الكراريس ولا كراس بالعربي في الكراريس ولا لي كاين تاعنا غيكونوا فيهم الاسطور لي ليني هذه ثاني فيها لي ليني وفيها لي كولوم فيها الاسطور نتاعي شوفوا نلقى روحي بلي راني خارجه على لا زون كي جيت نكتب راح ننقل هكا راني داخل زون تاعي تاع البيبر تاعي وهنا هذه ثاني استنى نجي هنا نقص نديرها على الحجم تاعها هنا ما صلحتش ندير على الحجم تاع الكتابه تاعي درك صلحت شوفوا راح نتنقل راح نديرها باش ندخل داخل الزون تاعي سوا صافي قد شوف راني خدمتهم بزون دو تيكست درك نجي نحي هنا هذا ونكمل الكتابه تاعي عادي جدا شتوني كيف عدلت بزون دو تاكت ولا هذه كنت نخدمهم انا وحدي هذه اللي كنت نخدمهم وحدي كنت هنا نكليكي هاك وندير هنا في هذه جوستيفي باش يجو هاديين وما يجوش بالجنب ثاني حاجه راح نروحوا لها هي الاوبجي اللي هو العنوان تاع اللاتر تاعنا لازم شوفوا في اللاتر دو موتيفاسيون ولا موتيفيشن لاتر لازم نديروا لها العنوان تاعها العنوان الخاص راح تكون فيها اسم الجامعه ولا المؤسسه اللي راح تبعث لهم لها تحفيزات نتاعكم اول حاجه نكتب لوبجي نقطتين الاوبجي راح يكون بالقرا هاي اللي راح سيليكسيوني شوفوا هنا رجع عادي كي درت له سيليكسيون كيما هكا وجيت لهنا غا رجع خشن واش نكتب له كتبت له دوموند دانسكريبسيون بون هنا ماشي ليسونس
يعني غيرت على حساب العنوان اللي راكم باغيينو. شوفوا واش قلت لهم دوموند دانسكريبسيون اون ماستر بروفيسيونيل جي ام بي. هنا اسم الماستر هذا الماستر ولا كاين دول اخرى عندنا ماجستير على حسب على حساب دوموند اللي راح ديروه معناتها على حسب الطلب اللي راك حابوه. هنا كان اسمه ماستر بروفيسيونيل هنا ماستر كانت حتى هي راهي بالماجيسكول بالحروف الكبيره عليكم ماجيسكول كانت. شوفوا دوموند انسكريبسيون اون ماستر بروفيسيونيل جي ام بي اللي هو جيني اندستريال جي اي. هنا شوفوا واش تكتبوا دوموند دانسكريبسيون معناها طلب تسجيل في ماستر بروفيسيونيل ولا هو بروفيسيونيل ماستر والابريفيشن نتاعو ابريفياسيون نتاعو اللي هو جي ام بي. راح تشوفوا بالضبط كيفاه راهو مكتوب. ومن بعد هنا اسم سبيسياليتي اللي هو جيني اندستريال معناتها تشوازي له ولا تحدد له بالضبط واسم الفرع اللي راك راح دير فيه اللي هو جيني اندستريال جي اي. هذا العنوان هناك راح يتكتب. وبعدها واش راح تكتبوا تكتبوا مدام مسيو معناتها راح كيما علمتكم كي يكونوا نكتبوا في الايميل كيما نعرفش الشخص اللي راح نبعث له الشخص اللي نبعث له غير معلوم اذا كان رجل او مراه راح نخاطب بالجماعه باش راح نخاطب بالجماعه بالفرنسيه راح نكتب له مدام مسيو وندير بيناتهم فواصل ومن بعد ندير صوت لاليني كي نهبط لاليني دي بعدها حاجه اخرى قبل ما نكمل. شوفوا كي كنت نكتب في هذو ما بيناتهم هنا درت واحد ونصف شوفوا كي ندير واحد راح يجي ضيق جدا وهذا ما يصلحش في الكتابه حندير 1.1. كان حاجه اخرى هنا كانت اجوتي ان اسباس ابري لو باراغراف هذه واش معناتها تخلي لك فراغ ما بين السطر والسطر تعتبر دي باراغراف. شوف كيف درتهم هنا هذه ثاني حاجه ماهيش مليحه في الحق نتاعك انت بالنسبه راح تبعث لاتر بروفيشنال معناتها مش مليحه في حقك انت راح نديرو سوبريمي ونخليه باش يجي على الاقل تحت بعضهم الكتابه تكون متناسقه. نرجع هنا شو قلت له هنا شوفوا ما بين باراغراف باراغراف معناها ما بين فقره وفقره في الفقرات مكتوبه عادي الواحد ونصف ولكن ما بين الفقره والفقره عندنا الاسباس اللي نعرف لكم درك لازم يكون ما بين الفقرات باش يبينها بلي عندنا فقرات مختلفه. اول حاجه شنو قلت له قلت له جي لونور باش راح تكتب نتايا طلب ولا حاجه لازم تكون جد محترم معاه لانه هو راح يقرا الطلب نتاعك وتقريبا الموتيفيشن ليتر هذه يقراوها لانها هي فيها تحفيزات نتاعك يقراها هي وبعدها يقراو السي في فيها جميع التحفيزات نتاعك وهو يحتاجها انه يقراها. واش راح نقول له حنا الحين قولي له جي لونور دو فو دوموندي دو بيان فولوار دوني سويت ا ما دوموندي دو ريجويندر فوتر اتابليسمون pour master professionnel GMP génie industriel. هنا واش قلت له قلت له راني مع كل احتراماتي راني حابه نبعث لكم دو مونتير جويندر معناتها راني حابه ندير لكم طلب باش ندخل عندكم في فوتر ايتابليسمون يعني لازم تقولوا فوتر ايتابليسمون مهما كانت جامعه ولا مؤسسه لازم تقولوا ايتابليسمون لازم تحكي معاه كيما حنا نقولوا بهاي ليفل لازم تعلي في النيفو نتاعك ومستوى الاحترام وتعلي في النيفو لازم يكون عالي ماشي قال فوتر يونيفرسيتي هي الجامعه ماشي اللي هو يعتبر هو ايتابليسمون حتقولوا فوتر ايتابليسمون بور ماستر بروفيسيونيل جي ام بي راح تسمي له نوع الماستر نتاعو اكزاكتومون سبيسياليتي جيني اندستريال وتكتبهم له هذا. شوفوا كنت نكتب بالعادي ومن بعد لهنا كي جات في نوع سبيسياليتي كتبتهم له واسم الماستر كتبتهم له بالقرا بالخاشن. ومن بعد شوف الباراغراف الاولى كملتها بنقطه هذه الباراغراف الاولى تقريبا تكون كاينه
كملتها بنقطة. وماذا شو قلت له؟ قلت له أبري دركا حنا بدأ نحكي له عليها. شوفوا عندي في السي في نتاعي، في السي في نتاعي بديناه بالعكس، معناتها السي في نتاعي نبدأ من الجديد حتى للقديم. دركا في الموتيفيشن لتر نبدأ من القديم حتى للجديد. أول حاجة كنت راح نحكي له عليها هي الباك نتاعي، لازم تعطي له المعلومات عليه. قلنا كل حاجة مكتوبة في السي في تكون في الموتيفيشن لتر، ولكن في الموتيفيشن لتر تكون متوسعة، صافي نشرح له وتقريبا واش خدمت. قلت له ابري لوبتونسيون دان باك، معناتها بعد ما ديت الباك نتاعي هنا ماتيماتيك، ماتيماتيك تكنيك سبيسياليتي. شوفوا ماتيماتيك تكنيك كما احنا عندنا في الجزائر، اللي هو نوعية الباك نتاعك في اي سبيسياليتي. كانت عندي في التقني رياضي سبيسياليتي، لازم تحددها له. في التقني رياضي كان بزاف دي سبيسياليتي، فيها شيمي، فيها ميكانيك، فيها الكتريك، فيها بزاف انواع. لازم تحدد له بالضبط سبيسياليتي جيني الكتريك، هاي حددتها له. ما درت هذه الفيرغول، هذه الفاصله، شغل صاي. شوفوا انتهى الباك نتاعي وانتهى الموضوع نتاعو. هاو ليكم اللي حاب يزيد يدير له فاصله ويكتب له معدل الباك نتاعو هنا مع لا مونسيون، راح يدير له فاصله افي ويدير له. شوفوا يكتب له افيك مونسيون استنى avec mention استنى نشوفو كاين بيان، كاين اللي كتبها بيان، كاين اللي عنده استنى، كاين اللي عنده تري بيان، كاين اللي عنده انسي دو سويت، كاين اللي عنده اكسيلون، كاين بزاف انواع تاع لي مونسيون. واللي حاب يدير له استنى تشوفوا ماشي هنا مونسيون اصلا هنا نزيدو افيك مونسيون، قادر يقولوا افيك لا موين استنى نكتب بعدها افيك لا مو افيك لا موين كتب له 15. كان اللي يكتب له عنده 17 par exemple virgule 15 ainsi de suite. كل واحد راح يكتب له لا موين تاعو، ولا هنا في البارتي هذا كل واحد راح يكتب له واش راهو باغي. اللي حاب يكتب هنا لا موين ولا مونسيون تاعو راح يكتبها له، اللي ما بغاش ما يكتبهاش. حتى لهنا رانا واضحين. هنا سوبريمي هذا البارتي باش نرجعوا نكون نوع. وماذا شكت له؟ قلت لهم جي كونتوني، معناتها بركا خلاص خلصنا من فقرة الباك هذه اللي رتبتها لكم، كل واحد يكتب فيها وش يبغي. وماذا قلت لها؟ جي كونتوني مي زيتود، معناتها اكملت دراسة نتاعي دون لو دومين دانفورماتيك. هنا شوفوا عندي استنى في السي في، مهم في السي في اللي اليوم ذكر السي في تاعي تاع المرة اللي فاتت، كانت لهنا ليسونس انفورماتيك. هنا اتحكي له وين دومين اكزات، معناتها دومين المهم دون لو دومين دانفورماتيك، معناتها المجال اللي قريت فيه انفورماتيك. هنا كوم باسيون اون شوازي، وتقول له وين جامعه خيرتها في المجال هذا في الليسونس نتاعك. انا قلنا لها جو كونتيني ميزوتود. هنا قلت لهم اون شوازيسون لونيفرسيتي دو باتنا دو، معناتها قريت في الجامعه تاع باتنا دو. لازم تحدد له الجامعه اكزاكت اللي قريت فيها. ومن بعد نشوفوا واش قلت له. وخلاص حكينا له على الليسونس تاعي وين قريتو والدومين نتاعو. درت هنا بوينت ولا نقطه durant mes 3 années en licence. درك راني راح نحكي له لا في ليسونس ولا اللي تقولوا الباكالوريوس في دول اخرى ولا ما على باليش. تقولوا درك راح نحكي له على فيها 3 سنوات كما في الجزائر ليسونس الجزائر بعض الدول فيهم ليسونس 3 سنوات. شو قلت له durant mes
زاني اون ليسونس راح نحكي له درك على 3 سنوات تاعي تاع ليسونس واش درت فيهم تقريبا شوفوا واش قلت له جي توجور بريفيري لو كورتي براتيك شوف اني قلت له ديرو ودرت فاصله راح نبدا نحكي لازم تحترموا ثاني الفواصل والنقاط في الكتابه نتاعكم في الباراغراف نتاعكم ولا في الفقرات نتاعكم هذو كامل ثاني لازم يكونوا محترمين بالنسبه ليكم واش قلت له جي توجور بريفيري راح تقولوا زعما le côté اللي خدمتو فيه j'ai toujours préféré le côté pratique كان le شعلنا عندنا côté pratique ou le côté théorie pratique اللي هو نحنو استنى pratique اللي هي الأعمال التطبيقية والنظري اللي هي الأعمال النظرية هذه هي شوفوا j'ai toujours préféré le côté pratique معناتها الأعمال التطبيقية et j'ai acquis une bonne base معناتها واش قلت له لهنا عندي باز مليحه والله ما على بالي une bonne base dans le domaine dans ce domaine هذه ce domaine راح يترجع على الدومين تاع الانفورماتيك راني ديجا ني قلت له من قبل الدومين د انفورماتيك ce domaine راح يترجع عليه صافي لازم ثاني تكون تعرف كيفاش تكتب كيفاش تورغانيزي ولا تعدل اللاتر نتاعك دون سو دومين اني رجعت عليه قلت له عندي اون بون باز معناتها المهم اللي تمشي بالعربيه اون بون باز وساي خلصنا حكينا على البارتي ليسونس ليسونس نتاعي شوفوا منين بدات بدات من هنا من جي كون كونتينيو دركا واش قلنا له قلنا له بي جي في ان ماستر وبعد دوكا راح نحكي له على الماستر نتاعي قلت له بوي معناتها ثم جي في ان ماستر دون لو دومين حتى هو جي تحكي على الدومين الدومين تاعو دو جيني اندستريال شوفوا ميم كي نرجعوا كنا نرجعوا للسي في نتاعي في الماستر في الماستر تكون كاتب له بلي عندك ما هنا بلي عندك ماستر في اون جيني اندستريال جيني اندستريال وهنا سبيسياليتي تاع الماستر اكزاكت اللي راهي داخل جيني اندستريال ولهنا تكتب له يونيفرسيتي ديبارتمون كلشي اون ديتاي وهنا واش قلت له قلت له بي جي في ان ماستر دون لو دومين دو جيني اندستريال ديجا فاسيل هذه سبيسياليتي باسكو في في جيني اندستريال اللي كاين بزاف دي سبيسياليتي كاين فيهم كما انا كنت سبيسياليتي انجينيري لوجيستيك كان فيهم والله نسيتهم باقي المهم كان فيها بزاف دي سبيسياليتي كان فيها مانجمون فيها بزاف كل واحد سبيسياليتي تاعو ويجي يكتب حالو قلت له على لونيفرسيتي دو بيتنا 2 شوفوا درت اختلاف في الكتابه باش ما يصراش ريدوندونس معناها ما يصراش تكرار هنا واش قلت له استنى بدي له هنا قلت له جي كونتوني مي زيتود في الدومين دانفورماتيك هذه على ليسونس هنا واش قلت له قلت له بي جي في ان ماستر شوفوا الاختلاف لازم يكونش فيها تكرار لانه التكرار ممل في القراءه نتاعو قلت له هنا بي جي في ان ماستر معناتها اني تعلمته بصح بطريقه اخرى لازم تنوع في الطرق تاع الكتابه نتاعك بون وين وصلت كنا نحكيوا على هنا شوفوا في الليسونس شوفوا الفرق واش كتبتو قلت له دون لو دومين دو انفورماتيك كيما باسيون اون شوازيسون هنا انا قلت له اون شوازيسون وحكيت له على الجامعه اللي شوازيتها بصح هنا شوفوا قلت له سبيسيال جيني اندستريال ا لونيفرسيتي ديريكتومون قلت له ا لونيفرسيتي دو باتنا دو ماناتها انا قلت لكم لازم تبعدوا على التكرار لانه التكرار ممل خلاص حكينا له هنا كتبت له اسم الجامعه والدوله نتاع الجامعه نتاعنا هنايا ومن بعد درت له بونت ولا نقولوا عليها نقطه جي اكوي اوسي اون بون هنا ثاني واش قلت له قلت له بلي راني ديت اون بون باز معناتها والله باز ما على باليش بالعربيه واش معناتها اللي يعرفها يكتبها وسي هكا باش نتوما ثاني تدوا المعلومات من عند بعضياتكم واش قلت له قلت له جي اكوي وي aussi une bonne base dans ce domaine ثاني حكيت له بلي في نفس الدومين هذا تاع جيني اندستريال دي باز مليحه surtout درك راني قلت له شوفوا surtout
كبيره اش قلنا قلنا جي توجور بريفيري لو كوتي براتيك دونك حنا قلتو سورتو دون لو كوتي دي لوجيستيك لازم دركا انت تكون عارف وفاهم فاش قريت راح تحدد له اكزاكتومون وين واش قريت لازم انت تكون عندك معلومات على الدراسه نتاعك ماشي كنت تطبع برك ثانيه واعود بون راني رجعت باش نكملو كنا هنا قلت لكم كل واحد لازم يكون عارف مجال الدراسه نتاعو يكون على الاقل عنده معلومات عليه باش يقدر يكتب على حسب واش يحتاج ها قلت له سورتو حددت له قلت له دون لو كوتي لوجيستيك لانه اي لا ريشيرش اوبيراسيونيل لان هذا هو لوجيستيك ريشيرش اوبيراسيونيل مهم جدا في المجال اللي كنت نقرا فيه انا في الماستر هذو حوايج مهمه جدا تري امبورطون يحتاجوهم في بزاف اماكن لذلك كتبتهم له هنا لازم تكتب حوايج مفيده ما نقولوش حنا تكتب حوايج بزاف ولكن حوايج تشوفها مفيده وانت راح تفيدك ودي لك زيادات راح تكتبهم حنا واش قلت له دركا قلت له او كور دو مون كورسس دركا راح نحكي له على معناتها في الكورسس نتاعي ولا في السنوات اللي كنت نقرا فيها قلت له او كور هذه دو صاي هنا كملنا حكايه على الماستر درنا بوينت هذه راح نرجع شوفوا تولهم رغم اني حكيت على الباك حكيت على ليسونس حكيت على الماستر وهذه يعتبروا اجزاء متفرقة كل جزء وحده شوفوا ولكن ما درتش صوت لعليني معناتها ما فرقت ما درتش كل فقرة وحدها تلموا كامل شوفوهم كامل جمعتهم في فقرة واحدة ثانية لازم تعرفوا كيف تقسموا الفقرات نتاعكم شوفوا هنا ما درتش هكا لاني حاجي ما عندها حتى معنى لازم يكونوا كامل في باراغراف واحد ولا في فقرة واحدة هنا ولحقنا هنا ولانو اوكو دركا مادام انت راك تحكي هنا في الموتيفيشن لاتر راك تحكي على الجانب التعليمي تاعك كامل راح تديرو في فقره واحده هنا الفقره الاولى هذه الاولى واش قلت لهم فيها قلت لهم بلي راني حابه ندخل ليتابليسمون تاعهم وسميت لهم اكزاكتومون سميت لهم بالضبط نوعيه الماستر ولا سبيسياليتي اللي راني حابه نروح ليها في الفقره الثانيه راح تحكي على كيما حنا نقولوا الدبلومات نتاعك الجامعيه كامل راح تحكي عليهم شهادة الجامعيه تاعك كامل راح تحكي عليهم في فقره واحده دركا قلت لهم اوكور شوف اوكور دو مون كورسوس معناتها ولا تقول لهم كاين طرق بزاف تكتبها لهم ولا ديرو مي زاني ديتود مهم تقول لهم كيما هكا كورسيس جي في 4 ستاج كل واحد يكتب لهنا هنايا 4 هنايا كاين اللي يكتب عنده 8 ستاج عنده كاين اللي عنده لهنايا 5 بار كل واحد راح يكتب شحال كل واحد شحال من تدريب ستاج هو التدريب كل واحد يكتب شحال من تدريب عنده ويكتبوا لهنا قلت له جي في 5 ستاج براتيك استاج جينيرالمون راح يكون تطبيقي لانه التدريبات في العاده راح تكون تطبيقيه لانك راح تروح للمؤسسات ولا راح تروح
للشركات ولا ليزيزون ليزيزون للمصانع ولا حتروح للمصانع ودير تدريبات تطبيقية على هذيك راح تقول له ستاج براتيك معناتها تطبيقي كل واحد راح يكتب عدد التدريبات انتهى ولهنا دركا انتهينا من هنا هذه التدريبات هذه عددها كانت في الكورسس نتاعنا معناتها كانت في سنوات ما بين الماستر وما بين الليسونس والبكالوريوس والماستر ولا الماجستير هذه هي هنا انتهى حتى هنا انتهت الباك والليسونس والماستر دوكا راح نبداو في الاكتويلمون اكتويلمون معناتها حاليا حاليا وين راني انا وين سنة راني وش راني ندير بالضبط قلت له actuellement فاصله حاليا نديروا فاصله هذه ولا فيرغول je suis en 5e année doctorat راح تقولوا exactement المستوى اللي راك فيه je suis en 5e année doctorat حبيت نسقسيكم الصوت راه واضح عندكم مادام ما قلتوش انا واضح بون دركا راح نحكيو على حاليا وش نقولو قلت له actuellement facile je suis en معناتها je suis انني في هذه ان نورمالمون انني في 5e année دكتوره معناها راح نحدد له بالضبط وين سنه راني فيها دكتوره هذه هي بي هذه كلمه دكتوره هذه اللي هي بي اتش دي هنا واش راح نقولوا هنا راح نقولوا بلي راني سنه خامسه خرجت بالعربيه بالك دكتوره ولا طالب هي دكتوره هنا واش راح نقولوا قلت له 5e اني بي اتش دي كان جات بالانجليش بي اتش دي ستودنت اون الكتروميكانيك هنا هذه هي فرع فرع الدكتوراه نتاعي واش راح نقولوا فرع الدكتوراه تاعي راهي في الالكتروميكانيك ولا الكتروميكانيكال ان انجلش هنا اي اونسيونت فاكاتور لهنا اونسيونت فاكاتور واش معناتها استاذه ما نبيش فاكاتور واش معناتها بالعربيه مهم استاذه جامعيه وصاي هذا هو المعنى هنا فاكاتور لانه الفاكاتور يكون غير في الجامعه بصح ما على باليش واش معناها بالعربيه نشوفوا هنا انسيان دو لانستيتو هنا واش معناتها قلت له في الجامعه لانه هذا قديم وكان في وقت ما قريت فيه في وهران هنا انسيان دو لانستيتو دو مينتونس اي دو سيكوريتي اندستريال بونو هنا واش قلت له شوفوا عندي هنا قلت له اي اونسيونت فاكاتور كنت نحكي على نفسي ولكن هنا راك تشوف اونسيان دو لونيفرسيتي لانستيتو دو مينتونس دو سيكوريتي اندستريال هذه راهي الجمله هذه اسم الجامعه هذا ولا الانستيتو اللي راني ندير في الدراسه الدكتوراه تاعي راهي تعود على الدكتوراه تاعي لاني كنت نحكي له ساعه على الدكتوراه تاعي وين جايه معناتها هذه اسم الجامعه هو يعود على دكتوره دراسه الدكتوراه تاعي قلت له شوفوا كتبت له هنا هذه عكس السي في كيما في السي في حكيت له قلت له بلي راني 5e اني دكتوره اون حكيت له على هنا كانت الكتروميكانيك فورماسيون ثاني كانت مينتونس اون الكتروميكانيك تقريبا كيف كيف هنا الجامعه هنا الانستيتو الدوله دوك نعاودو نرجعو شوفو هنا ثاني واش قلتلو قلتلو دكتورا دون لو كادر دو لا كو ديريكسيون معناتها عندي استاذين مشرفين هذه واش كنت نحكيلو دو تاز الاول من الطبيعي انه يكون في نفس الجامعه اللي ديت فيها الدكتورا تاعك والثاني راح يكون من جامعه ثانيه راح نكتبولو في الكو ديريكسيون ولا الاستاذ الثاني اسم الجامعه نتاعو هذه كانت في السي في وزدت جيت لهنا الموتيفيشن ليتر وزدت كتبتها نفسها شوفوا واش عندي بصح بار اون نوتر فاصون بطريقه اخرى على حسب الترتيب
جادي قلت لها في لونيفرسيتي هذه في الانستيتيو وسميت اسمها درت هذه تيريسيس شلطة هذه يونيفرسيتي دوران 2 محمد بن احمد سميت اسم الجامعة الجزائرية بلي راهي في الجزائر شوفوا وما ديش كتبت دكتوراه دون لو كادر دو لا كو ديريكسيون معناتها عندي استاذ ثاني دو تاز تاع الاطروحة تاعي وسميت له الجامعة اللي فيها الاستاذ نتاعي حاليكم ايكول ناسيونال دانجينيور دو طارب واسم الولاية اللي فيها الجامعة والدولة خلاص انتهت الفقرة هذه اللي هي الفقرة الثانية اللي فيها كما قلت لكم فيها الباك فيها في الباك اللي هنا كما فهمتكم في الباك تقدروا كل واحد يكتب فرع التخصص تاعه في التخصص يعني تفكرت سبيسيالتي هي التخصص كل واحد يكتب التخصص تاعه في البكالوريا كل واحد يكتب اللي حاب يزيد لا موسيون تاعه واللي حاب يزيد زيدو اللي حاب يزيد المعدل تاع الباك نتاعو شوفوا اذا كان انسان معدل البكالوريا تاعو مليح وجيد جدا يحطو اما اذا كان المعدل تاعو قليل كاين ناس تدي 10 كاين ناس تدي 11 هذو كامل ما يكتبوش في الموتيفيشن لتر لانه ما يكتبو كي يكون معدل الباك قليل ما يكتبوش في الموتيفيشن لتر وما يكتبوش في السي في لانه ياثر عليه سلبا وقلنا بلي هذه البارتي الثاني اللي كانت في الفقرة هذه اللي هي كانت تحكي على الليسونس ومن بعد كانت عندنا بارت 3 اللي هي كانت تحكي على الماستر ولا الماجستير ومن بعد كانت عندنا هنا حكينا له على التدريبات نتاعنا عدد التدريبات نتاعنا في فترة ما بين الماجستير والليسونس ومن بعد درك حكينا له اكتويلمون معناها حاليا واش راني ندير في حاليا ثاني في الكورسيس تاع الدكتوراه ثاني كان يكونوا بزاف العديد من التدريبات ولا يكونوا لا ستاج ثاني تقدر تزيد لها في الفقره هذه وتكتبها لها هنا وتقول لها او كور دو مون كورسيس دكتوراه ولا دورون مي 5 ans ولا تكتب لها durant mes 5 ans de doctorat j'ai fait par exemple de stage نهاليكم استنى تشوفوا زيد لها هنا شوفوا نكتب انا وياكم mes 5 ans par exemple j'ai fait maximum 5 ans je vais faire un boulot 3 stages pratiques qui m'a هذه كل واحد كان مستحيل في الدكتوراه لك ما تكونش درت ستاج لانه الدكتوراه في البحوث العلميه تاعك كامل راح يحتاجوا تدريبات تطبيقيه باش تقدر تنهي البحث تاعك لازم يكون عندك تطبيقات كل واحد يكتب التطبيقات نتاعو كان هنا عنده 3 زوج واحد عنده اكثر كل واحد يكتب عدد التطبيقات نتاعو هذه هي خلصنا من الفقرة هذه الثانية اللي فيها كانت الشرح على الدراسة نتاعك درك واش راح نديرو نقولو درك لازم نشكرلو شوفو درك واش يلزمني نشكرلو الجامعة نتاعو نشكرلو التخصص اللي اخترتو عندو هذو كامل لازم تشكرهم شوفو لاش انت زعما قال مانيش حاب ندير الفرع الفلاني راني
كاين ناس تروح دير لي ديماش ندير لي ديماج في الكومبيرس فرونس ولا حدير ال كاين ناس دير دي ديماج ولا دير حوايج تقول لك انا معليش ندير ديماج ومن بعد علاش التخصص هذا راه ماهوش عاجب لي في الوقت الحالي وما كاش حاجه اخرى يقبلوني فيها وكي نروح كي نروح للخارج ولا لترونجي نبدلت فما تخصص نتاعي بشي اللي راني باغيه انا انت ما يهمكش راك حاب الفرح هذاك ما راكش حاب وانت عليك حاجه واحده باش هو هذاك اللي راح يقرا الموتيفيشن لاتر هذه تاعك راح يفرح وتعجب له انت لازم تشكر له ليتابليسمون تاعو ولا تشكر له حتى اذا كنت انت راح تقدم على عمل وتقول له ولا تقدم على فاكاسيون طلب عمل ولا حاجه راح تكتب له الموتيفيشن لتر راح تشكر له فيها ليتابليسمون تاعو وتقول له بلي دوك نكمل لكم وتفهموا شنو كنت نحكي لكم هنا واش قلنا له ديزيرون افيكتوي اون اني سوبليمونتير بون هنا كنا نحكي على الدراسه قلت له بلي راني حابه نزيد اون اني سوبليمونتير زي عام زياده de spécialisation ancien de votre bon la quinte université la reine bateau house meet hello goutte le ancien de votre université ou se mit le jamia bottabut se mit hello les combes les goutte l'eau n'est pas benzide ham عام دراسة ولا عام supplémentaire supplémentaire هو زيادة في الجامعة نتاع دو فوتر فوتر معناتها تاعكم يونيفرسيتي وسميتها له هي في العادة هنا يونيفرسيتي وهذه راح تكون بالقرا مش معناتها راني نحكي لك على الجامعة نتاعك بالضبط هنا واش قلت له ندير دوكا فاصيلة قلت له افان دو بينيفيسي دو فوتر اكسبيرتيز بور approfondir mes connaissances هنا et accueillir هنا واش قلت له راني حاب نهز نapprofondir راني حاب نزيد في زمان لي كونيسونس نتاعي المعارف نتاعي نحكي على لي كونيسونس وكامل راني حاب نزيد انا حبيت زعما ندخل عندكم راح ندير الماستر بروفيسيونيل ماستر بروفيسيونيل حتى كي تكون عندك ماستر ولا ماجستير راح ندير تقدر ديريكت تروح تطلب ماستر دو معناتها سنه واحده ويعطوك دبلوم التخرج لانك انت اصلا عندك شهاده من البلد نتاعك انا قلت له باش راح نزيد في المعارف نتاعي استنى هنا ياك انونسينمون سبيسيفيك اي تكنيك دو اون نيفو زعما هنا راح نهز معلومات زيادة وتكون سيونتيفيك تكون علمية وتكون تكنيك تكنيك وتقنية وتكون دو او نيفو معناتها تكون نيفو عالي تكون نيفو عالي دون لو بيت داك دادويري بلو سامبل بلو فاسيلمون facilement par la suite زعما باش ومن بعد استنى نكمل نقراكم سا facilement par la suite à un poste de cadre زعما شاو حاب يقوي نحب هنا نقوي المعارف نتاعي العلميه والتقنيه في النيفو عالي باش نروح نحكم facilement زعما راح نحكم بوست هي مكان عمل بوست ولا ما لقيتهاش بالعربيه كيما حنا نقولوا بوست دو ترافاي ناش قال بوست دو كادر معناتها راح يحكم عمل يكون جيد هذه هي بوست دو ترافاي يكون الرتبه نتاعو جيده dans un grand entreprise dans le domaine هنا شاو يحوس يزيد المعارف نتاعو في نقولوا راني حاب نزيد المعارف نتاعي في الجامعه نتاعكم باش نقدر نحكم عمل في نفس المجال نتاعي ويكون عمل جيد معناتها
انت كي تزيد في المعارف نتاعك تقدر تحكم حتى مدير ولا تحكم شيف داتولي كيما حنا نقولوا تحكم ما نقولوش مدير عام نقولوا مدير مجال خاص تكون شوفوا تكون مصنع كبير فيه في المصانع عنده الكثير من الفروع انت راح تحكم على الاقل مدير تاع فرع معين هذا هو اللي راك حابوه هذا هي ان بوست دو كادر في انتربريز معناتها في شركه او في شركه او تكون الكيفالونس تاعها مليحه معناها شركه جيده هذه زمان انا قلت لهم علاه راني حاب نخير نزيد عندكم عام هنا راني في il me faudra accueillir دركا راني في الفقره هذه شو قلت له en effet il me faudra accueillir des solides connaissances معناتها معارف عارف جيدة كما احنا نقولوا حاجة سوليد حاجة قوية معناتها معارف قوية en ce qui concerne la maintenance دركا زعما انا راني نخدم على المينتونس زعما قلت له راني حاب ندي معارف قوية على المينتونس لا فيابيليتي لازم تبقى تحدد له زعما تشوف انت سبيسياليتي اللي راح تروح تقرا فيها هي تقريبا تكون قريبة للمجال تاعك والشيء اللي قريته في الجامعة تاعك في الماستر ولا في الماجستير راح تعاوده في العام هذاك راح تقول له راح تبدا تحدد له هنا كيما انا هنا عندي لا مينتونس لا فيابيليتي لا سيرتي دو فونكسيونمون تبقى تسمي له انت هنا ايميتري دي ريسك à caractère industriel, l'analyse et la modélisation, هذه كامل تسميهم له من الدراسة في المجال نتاعك انت وثاني لازم راح يكونوا وين راح تروح تقرا عنده هو راح تسميه له شغل تحددوا انا مش راح نسمي كل شيء لكن راح نسمي الاشياء المهمة في المجال اللي راح نروح ندرسه انا وش قلت له خلصنا في هذا Je vous dis pour cela l'ensemble des compétences scientifiques et techniques acquises lors. Non, je vous dis l'ensemble, le majmou' les compétences scientifiques, c'est-à-dire l'almia ou technique acquises lors de ma formation. راني قاريهم انا هنا اش قلت له اكويز لور دو ما فورماسيون كونستيتير اون باز تري براتيك اون بلو دو ما موتيفاسيون هنا راني غير نشكر له في المجال راني حاب نقرا وحاب ندير هنا اي باسيون بور سو دومين راني نحكي له كامل بلي راني حاب نقوي المعارف نتاعي في الدومين هذا نقوي المحفزات نتاعي وتكون بلو براتيك معناتها اكثر تطبيقيه راني حاب نجي ندير عندكم التطبيقي المعلوم انه في الدول العربيه ما عندناش الاماكن اللي نديرو فيها التطبيقات ولا ما عندناش دي لابو في الجامعات نتاعنا نروحو نديرو التطبيقات في الدول الاجنبيه على هذيك راك انت لازم تشكر له علاش تاع حساب نفسك ما عندك ما دير انت مضطر انك تروح ولا راك حاب تروح لازم تشكرها له ليش تارك ماكش باغي وعلى حسب نفسك هذه يعني لازم دير البوسيبيليتيك باش تكتب الموتيفيشن نتاعك كملنا من الفقره هذه تاع واش راني حاب نقوي المجال الجانب اللي راني حاب نقوي المعارف تاعي فيه درك احنا واش قلت له جو سو اتغا درك راني صايا انتهي جو سو اتغا فو rencontrer pour pouvoir détailler mes motivations et éclairer un CV chauffe en idée dans le cas où je goûte le quitte le laisse éviter et maintenant à goûte le rani que t'es motivation terre ou détail motivation terre ou détail ta goûte le éclairer un CV forcément simplificateur dans le cas ça y est قلت له بلي راهو السي في نتاعي راهي السي في هذاك اللي بعثه لك راهو سامبليفيكاتور معناتها شوفوا
voilà السي في تاعي حاليكم السي في الشيء اللي كتبته هنا في السي في انا السي في تكتب فيه كما حنا نقولوا التلخيص تاع كل حاجه انا كتبت لو سبيسياليتي ولا انتيتولي تاعي هنا ثاني سبيسياليتي والانتيتولي بصح في الموتيفا في الموتيفاسيون تاعي ولا في الموتيفيشن تاعي بديت نشرح له بالديتاي شرحت له حكيت له نقاط القوه نتاعي باللي هنا باللي خدمت مليح في الكوتي براتيك هنا كنت استنى وين راني ثاني اكتويلمون هنايا قلت له استنى هنايا قلت له بلي راه اون بون باز في اللوجيستيك ريشيرش اوبيراسيونيل صافي هنا تعطي له نقاط القوه نتاعك في الموتيفيشن نتاعك ولازم هنا تحكي له بلي راك ثاني درت له سي في وهنا راك سامبليفي درت له سامبليفيكاتور نتاعو معناتها على باش يقولوا قلبتو سامبل معناتها قلبتو بسيط مبسط قلت لي مبسط طالما كش راني ساعات ندير خلط الترادكسيون بالعربية نحاول اني نمدكم قدر المستطاع دركا خلصنا الباراغراف هذه ولا الفقرة هذه راح نروح الفقرة الثانية وش حنقولو انتجري فوتر فورماسيون ماستر سوغا دركا اني حكيت له قلت له بلي انتجري معناتها فوتر votre formation master sera pour moi une très bonne معناتها قلت له يا ود دخلني في الماستر نتاعك هنايا شو قلت له sera pour moi une très bonne occasion هاهي كي قلت له هاهي بالنسبه لي انا une très bonne occasion occasion مليحه pour approfondir et enrichir معناتها باش اون ريشي مي كونيسونس اي كومبيتونس لهنا واش معناتها هذه قلت له حاجه مليحه باش نقدر انايا نزيد معلومات في لي في المعلومات نتاعي و في المعلومات نتاعي راح نزيد لها معلومات اضافيه وهكا هنا دون لو dans les domaines درك راح نقول له في لي دومين راح نقوي فيهم المعارف ايوا المعارف نتاعي والمعلومات نتاعي دي قلت له زعما dans les domaines du l'électromécanique l'électromécanique et le génie industriel et aussi dans l'informatique معناتها كون نجي انا كنجي انا نزيد عندكم هذه السنه تاع الماستر هذه سوبليمونتير ولا الاضافيه راح نقوي المعلومات نتاعي المعارف نتاعي في المجالات هذه اللي هي المجالات اللي هي المجالات انا اصلا قريتها من قبل اللي هي الالكترونيكانيك وجيني اندستريال والانفورماتيك راح نقوي المعارف نتاعي في المجالات هذه هنا راني نقولوا بلي تالمو راهي الفورماسيون تاعكم مليحه راح نقوي المعارف نتاعي في المجالات هذه دركا خلصنا الفقره هذه اللي بعدها واش قلت له باغ ايور ودرنا فيرغول لا فرنسا زعما دركا راح نبدا نشكر له في لا فرنسا ولا اي دوله اللي راح يروح لماليزيا ولا اللي راح يروح لي زيتازوني اللي راح يروح لي يونايتد كينغدوم اللي راح يروح لاي دوله راح تبدا لازم تشكر له في الدوله هذه تبدا دركا في اخر فقره تشكر له الدوله هذه تاعو قلت له باغ ايور لا فرنسا ريبريزونت لو بي اي دون pour tous les étudiants, تعطيك القوة أنك تقرأ هنا شو قلت له طون إلي إيفيدون كو لا فرانس بروديجي أن أونسينيمون سوبيريور دو كاليتي إي لا ريش دو سي بروغرام زعما قلت له هنا واش كنت نحكي له في هذه الفقرة كنت نقول له اللي يجي عندكم لا فرانس لي زيتيديون هادو يقدر ينمي بالمعلومات نتاعو ويقدر لونسينيمون سوبيريور تاعكم راهو دو كاليتي معناتها
التعليم العالي نتاعكم اللي هو التعليم الجامعي راه جيد دو كاليتي معناتها راه جيد اي لا ريشيس دو سي بروغرام لا ريشيس هي انه غني غني في البروغرام على بالي المهم اللي هو غني في المعارف وخلاص كيما تقريبا هذا هو الشرح الغير مفصل المهم الشرح اون جينيرال باش نشرح لكم بالديتاي ومن بعد انتهينا هنا صحيح هنا قبل كنت نقول له تقريبا كنت نشرح له هنا نشكر له في سبيسياليتي درك شرحت له البلد اللي راهو فيها قادرين هنا بدل لا فرنسا هذه نسمي لا ماليزي les États-Unis, United Kingdom, Canada, أي دولة تحب تروح لها لازم تشكرها شوية حتى في هذه سطرين ونصف. ومن هنا قلت له je veux prêt de quoi on va dire que facile là monsieur madame لأن هنا ما على باليش ما من راني يتحدث مع مرأة أو رجل هون on l'expression de mes salutations les plus respectueuse هنا مش راني نحكي له قلت له مع احتراماتي مدام سيو مهم هنا قلت له ساليتاسيون هي قدم لكم استنى ترحيب ولا السلام ولا شيء مع كل احتراماتي اللي ولهنا تعاودوا ديروا صوت لانيني تكتبوا اسمك الاسم نتاعكم اللي هو هنا زهره مهار وهذا الاسم شوفوا درت له بشي جي ادروات شوفوا هنا يرجع ادروات وحده وهذا كامل نكتبهم وندير لهم هذه تاع استنى كتابة هذه ندير لها كامل ندير لها هنا وندير لها جوستيفي باش تجي مرتبة شكون اللي عنده هنا اسئله وشكون اللي هنا حاب كش ما يسقسيني دوك تقدروا تسجلوا الاسماء نتاعكم في الشات تسجيل الحضور يكون في الشات واللي عنده سؤال يقدر يساله لي ونجاوبه له في الموتيفيشن ليتر بالفرنسيه وغدا باذن الله في نفس التوقيت راح نديروه بالانجليزيه تسجيل الاسماء من اجل اخذ الشهاده راح يكون على يومين معناها تسجل الاسم نتاعك اليوم وتسجل الاسم نتاعك غدا باذن الله تدي الشهاده نتاعك والشهاده تكون على صفحه الفيسبوك شكون اللي عنده اسئله وشكون اللي عنده حاجه حاب يستقسي عليها كما المره اللي فاتت قلتوا لي اذا نقدروا نكتبوا شويه تعريف على الـ على الـ على المجال نتاعنا اللي انا ندرسوا فيه في السي في لا على قلت لكم ما تقدروش تكتبوا في السي في ما تكتبش التعريف تاع المجال تاعك في السي في تكتب في الموتيفيشن لتر معناتها هنا كي كتبت استنى الانجينيري شوفوا هنا جيني اندستريال هنا قلت لها بلي جي اكويزي معناتها ديت اون بون باس في في الدومين هذا نقدر نقولها بلي هنا لو دومين استنى الكوتي من هنا نقدر هنا نجي نغير وندير فاصله نهبطوا هذه هنا ونقولها لو دومين de génie. OK, là هنا نقدروا هذا كامل نبدلوها استنى. او شنت. génie industriel. وهنا ندير له هنا تعريف نتاعي ونقول له الدومين تاع جيني اندستريال اي تري ريش بار اكزومبل في بون مش راح ما عنديش يعني افكار باش نكتبها من هنا ريش بار اكزومبل دون لو كوتي نشوفو dans le côté par exemple quel mot minime ok par exemple pour l'avoir dit que tu peux le majel ta'o dans le côté où ma fiche l'électronique mais ma liche
استنى لوجيستيك هنقول هنا تيك استنى تشوفوا ليكو هو كان يحكي على ليكو بزاف نعم نقولش ليكو المهم هنا كل واحد يحكي على المجال نتاعو تقدر لهنا اذا كنت تشوف الفرع نتاعك بلي تري امبورطون معناتها مهم جدا تقدر هنا دير له تعريف صغير للفرع نتاعك وترجع تكمل ودير هنا تكتب نقطة وترجع تكمل حكينا على المجال تاعنا عرفناه تقريبا شوية بالجانب اللي بغيناه استنى تشوفوا عرفناه وحكينا عليه شوية ودرنا له تعريف بسيط ونجي لهنا نقول له نكمل الخدمة تاعي نقول له او كو دو مون كورسيس وشحال درت انا في المجال هذا في بين الماستر وليسونس نتاعي شحال درت من تدريبات ولا من ستاج هنا دير تعريف نتاعك على الدومين نتاعك رغم انه مادام انت راح هذا التعريف راح تكتبه انت برك في حالة ما راح دير في طلب العمل وتحط الموتيفيشن تاعك اما في حال انك راح تروح دير لي ديمارش ولا دير ستاج راح يكون تقريبا نفس الفرق راح يكون راح يكون المجال نتاعك تاع الدراسه راح يكون معلومه عندهم لانك راح تروح تقريبا في نفس المجال راح تكمل الدراسه نتاعك ماكش راح تختلف عليه شكون اللي عنده حتى لهنا اسئله اللي ما عندوش أسئلة يكتب اسمه في الشات تسجيل أسماء ولا تسجيل حضور من أجل الشهادة في الشات وحتى هذا تسجلوا أسماءكم اليوم وغدا بإذن الله وحتى هذا الموتيفيشن لاتر هذا ثاني راح نحط تلقوه بإذن الله الإكزامبلار راح تلقوه في صفحة الفيسبوك راح نحط لكم السي في ونحط لكم الموتيفيشن لتر بالفرنسية وبالإنجليزية وغدا في بإذن الله في نفس الوقت راحين نديرو الموتيفيشن لتر تاعنا بالإنجليزية مانيش نحط لكم في رابط الحضور لانه كاين افراد رابط الحضور يحطوه في جروبات في تيليجرام رغم انهم ما يحضروش ويسجلوا الاسماء نتاعهم على ذلك نحب الاسماء تسجيلهم يكون عندي في الشات وانا ندير سكرين شوت شهادات دائما من سجل اسماء يلقى الشهاده نتاعو غدا باذن الله على ساعتين الساعة الثانية بتوقيت الجزائر والرابعة بتوقيت السعودية نفس توقيت اليوم كان اللي عنده أسئلة
الافضل هو تسجيل الاسماء بالانجليزيه لانه الشهاده تصدر بالانجليزيه فتسجيل الاسماء من الافضل ان يكون بالانجليزيه عندكم اسئله ولا لا اللي عنده سؤال على كتابه الموتيفيشن لتر لتر دو موتيفاسيون بالفرنسيه يقولي اشتو هذه الموتيفيشن لتر هذه تقدروا تحطوها في اي مكان حتى في اللي راح يدير ديمارش كندا ديمارش كومبيس فرنسا لا فرنسا راح يدير اي نوع تاع طلب دراسة راح تكتبون الموتيفيشن لتر هذا اكزامبل جينيرال راح نقولوا مثال عام وانتم كل واحد يغير فيه على حساب وش يبغي هو تقريبا نعد لكم كلش تبقى الموتيفيشن لتر باللغه العربيه باللغه العربيه الشيء اللي شرحته لكم انا من كي كنت نشرح لكم بالفرنسي تقريبا وغدا باذن الله نزيد نشرح لكم بالانجليزي ولا تقريبا نشرح لكم فرنسي عربي وغدا باذن الله انجليزي عربي ونعت لكم الفرق ما بين الفرنسي نتوما تقدروا تكتبوا اللي يقدر يكتب بالعربي يقدر يكتبوا وحده صافي العربي ومشتو حتى كن نحب ندير لكم ترانسليت ولا ندير لكم تراديكسيون ما نلقاش الكلمات وندير تراديكسيون جماعيه بالفقره صافي نتوما اللي يقدر يكتب يحاول انه حتى كي نبعث لكم الفورميلار ولا نبعث لكم هذه كي نبعث لكم هذه بالفرنسي وبالانجليزي حاولوا انكم نتوما ديروا لها ترانسليت وكل واحد لان ترانسليت في جوجل يكون كلمه بكلمه انتم تحاولوا تعدلوها على حساب المعرفه تاعكم باللغه العربيه لانه كاين ناس ما شاء الله عليها باللغه العربيه في اللغه العربيه تقدر تكتب باللغه العربيه انتم ديروا ترانسليت للعربي تشوفوا تقريبا واش كاين كمحتوى وتقلبوه للعربي اذا ما عندكمش اسئله نغلقوا اللايف